احنا المفروض نهدى شويه، احنا في وضع حرج دلوقتي، داخلين على انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى 28، فالمفروض نركز شويه، نهدى شويه، ما ينفعش كده. وضع البلد دلوقتي في اوضاع يعني سلبيه جدا. استكمالا لمسيره الثوره هنشارك عشان تاكيدا مره ثانيه وثالثه ورابعه على مطالب الثوره. المفروض الناس تهدى لغايه ما تخلص الانتخابات، هم بيلاقوا اي حاجه جديده، اي بلبله جديده بيحاولوا يحطوها. انا موجود في المليونيه بتاعت بكره ان شاء الله، متواجد ان شاء الله. احنا دلوقتي المفروض كلنا يعني ما نهتفش ضد اي حد، ونشو تسيب الناس تاخد فرصتها. هشارك بس المطلب رئيسي، يعني انا لا تعنيني وثقت السلمي بسرعه السيد، اللي يعنيني اكتر هو سرعه تسليم السلطه لاداره منتخب. لا طبعا مش مع المليونيه، لان المفروض نهدى على البلد شويه. احنا دلوقتي كل جمعه عندنا مليونيه باسماء مختلفه. انا والله ولا معاهم ولا ضدهم، انا مواطن مصري مش فاهم حاجه، ولا مع ولا ضد. انا عايزه احس ان احنا بلدنا بقى فيها امن، يعني عايزه اعرف بلدنا مودينا لحد فين. ان شاء الله انا مع الاشتراك في مليونيه بكره. انا مش مقتنعه بيها، انا مقتنعه ان احنا المفروض ندي فرصه شويه للبلد تهدى والاستقرار شويه، عشان يعني العجله تمشي، لان احنا طول ما احنا عاملين مليونيات ووقفات واحتجاجات كده، لا في انتاج ولا في امان ولا في استقرار.